أوكي، بس بدي أستعرض هنا بعض المشاريع. هنا براوز، أكتب هنا مثلا على سبيل المثال ماشين ليرنينج، أشوف شكل المشاريع. أدي توب فريلانسرز، هنا توب بروجكتس، هنا فيو أول. اوكي، هنا implement ديجسترا algorithm، هذا مجرد implementation لديجسترا algorithm، هذا برضو developer. data extraction from website، هذا ممكن ان يكون. اوكي، remove bug from apps. اوكي، اي هذا عطلك لك هاي السكيلز المطلوبة، بايثون ستاتستيكال ماشين ليرنينج، ام ال، ار بروجرامينج، ستاتستيكال اناليسيس. طبعا هنا لما يطلب التنين هو في الداتا ساينس انه يا هادي يا هادي، انه هدول اكثر اللغتين شائعات، فبالتالي بكون متاح انه اعتقد انه الخيار لي انه انا يا اما هاي يا اما هاي، فبالتالي هاي الوظيفة ماشين ليرنينج ماثماتيكال تريفيشن for naive bias principal component analysis hidden Markov model Python machine learning expert. هذه principal component analysis، يبدو انه واضح انه هو assignment لانه هنا طرحه، يبدو انه ما فيش حدا رجع طرحه ثاني هنا. conduct literature review on syntactic biology with machine learning. يبدو I need someone good at machine learning and that's it. Looking for natural language developer. Read CSV file. Okay, هذا ممكن نشوفه، البادجت تبعته كويسة. هنا invoice scan machine learning scan important information from tax invoice company name find the VAT and the total money. هذا computer vision. اوكي، انه هنا مبين من البادجت تبعته. عادة البادجت هذه machine learning for image speech recognition. خليني اشوف هاي البادجت فيري لو، بس يبدو انه هنا بدوروا على حدا. خليني اشوف هنا، وهنا هذه البادجت تبعتها كويسه. ديزاستر ديتكشن موديل يوزينج سوشيال نتورك اند بيج داتا ماشين ليرنينج. اوكي، هيا نفتحهم. هذول الخمس مشاريع، المشاريع هذول كلهم من اول صفحه. نعم دكتور، بعد اذنك في بعت لك مشروع مستقل، بس ممكن تشوفه. ثواني بس، خلي يعني خلص استعراض هدول المشاريع، تمام، بشوف المشروع تبعك. هجيت المشروع هذا انه طالب data extraction from website، انه extract name surname employees cities from a website. هذا web scraping، البادجت حطه من 15 ل 25، بعتقد انه كويسه لانه الشغلات واضحه، وهذا مش هذا مبين انه مش assignment، هذه ممكن انه انت تشتغلوا يعني هذا البروجكت. ف اوكي، يعني ممكن احط لكم هذا البروجكت للي حابب انه هو يقدم عليه على
هنا هذه شغلة. الشغلة الثانية إنه هذا الميزانية تبعته من 250 إلى 750. I need help with data analysis, machine learning, skills needed كذا وكذا وكذا. هذا هو على فكرة إنه هنا دائما إنه طبيعة العروض إنه ما فيش إنه تفاصيل كثيرة، فبالتالي هنا ممكن إنه في البزنس تبعي أطلب التفاصيل، والاختيار دائما بيعتمد إنه يا إما على السعر الأقل أو على يعني إنه قديش البروفايل، لأنه يعني هنا في الفريلانسر دوت كوم هو أصلا بيرتب له العروض حسب إنه قديش إنه البروفايل تبعه، البروفايل تبع الفريلانسر انه هو كتير كويس يعني. فعشان هيك ممكن برضو هذه تقدموا لها، مش عارف هذه ممكن اخليها لبعدين لانه ما فيش ديتيلز كتير. خلينا نشوف اللي بعدها. I need to complete machine learning Python machine learning project. Let's discuss on a chat. هذه البادجت لو، فبالتالي انه مدام ديسكاس اور تشات والبادجت لو، هذا متعب جدا. فما يعني اوكي بدي استثنيه مباشره. الان هنا انا عندي من 250 ل 750، هذه البادجت تبعته كويسه. greeting looking for developer making me machine learning algorithm to read data via API or CSV to trade online. تريد اونلاين هذا نفس المشروع اللي مع نهاد او نهاد ناهد اعتقد ناهد انه يعني ما دام انه هو يعني التريد اونلاين تريدنج اللي هو زي يعني اسعار الاسهم وبيشتغل على نظام التايم سيريز. فالبادجت كويسه وهذا مشروع حقيقي، مبين انه هو مشروع حقيقي، فبالتالي انه هي حاعطيكم الرابط تبعه. و اوكي هذا خلصنا. لا هذا اوكي خلصنا، حكينا انه هو مشروع حقيقي. طيب هنا scan important information from tax invoice company name find the number VAT total money. ما فيش ديتيلز كثيره لكن البادجت كثير كويسه. انا حسب فهمي من هذا الكلام انه في عنده صوره تمام، والصوره هاي انه هي عباره عن فاتوره tax invoice تمام. في tax invoice انا في عندي مكان انه اسم الشركه بلاقي انه في بلوك معين، وبلاقي انه كذلك انه النمبر تبع الفات برضو في مكان معين، وبلاقي انه التوتال ماني انه موجود هنا في مربع معين. فهو مطلوب انه احنا نعمل اكستراكت لهاي الشغلات من الفاتورة، وهذا بتطلب مني انه اشتغل على حاجة اسمها OCR او Optical Character Recognition. فممكن أكتب OCR Python. هذه المكتبة Tesseract، هذه المكتبة مشهورة جدا للاستخراج الـ OCR في البايثون. فهو فعليا بيعمل اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن انه هذا التكست، انه هو بحاول انه هو يتعرف عليه، هذا التكست بحاول انه هو يتعرف عليه التكست. فهنا هاي الوصفه كامله موجوده تمام. ممكن اخصص اكثر واكتب هنا انه OCR Python، لانه هي في النهايه راح اطلع عليها انه هي as machine learning أو machine learning problem.
هي او سي ار ا دوكيمنت فورم اور انفويس، هذه برضو وصفة ثانية. هاي نفس الكلام اللي انا بحكي لكم اياه، انه انفويس وانه انا بدي استخرج هذه المعلومات. هاي الوصفة كاملة هنا. اوكي، ممكن انه انتم تطلعوا عليها، انه هاي انا عندي الترين ايمجز انه هي موجوده هنا، تمام، وانه بدنا نطبق هاي السكانز تبعتي، وبدي اطبق عليها هذا الكلام باستخدام الاو سي ار في مكتبه الاوبن سي في. طبعا هذه ممكن تخلوها لقدام، يعني انه بس انا دليتكم انه انتم وين ممكن انه انتم تشتغلوا عليها. فهذه شغله. الشغله الثانيه انه ما فيش ديتيلز كثيره، لكن البادجت كويسه يعني، فممكن تقدموا على مشاريع زي هيك فيما بعد. هي عرفتوا كيف انه هي بتنشغل يعني من خلال هاي المكتبه. طيب المشروع اللي بعده، انا عندي من 15 ل 25 دولار في الساعه. فهنا we are looking for an engineer specialized in live streaming AI. We need live streaming uploaded to AI to be recognized via image and categorized to a pre-trained topic. فهنا طالب speech recognition would be necessary. هنا طالب speech. Okay. Speech مع image processing. Stream upload to be recognized via images، يعني زي image classification، زي الويب سيرفيس اللي اديتكم اياها المحاضره الماضيه. وهذا البروجكت انه 25 دولار في الساعه، هذا ريت كويس يعني. التيبيكال داتا ساينتست في بالمناسبه يعني بياخد يعني 25 دولار 25 دولار في الساعه. فبرضه هذا مش عارف يعني، ممكن تحاولوا انه انتم تكتبوا له بروبوزل سريعا، ويعني البادجت كويسه وهذا مشروع حقيقي. اخر مشروع هذا ميزانيته كويسه، تمام. We want to implement disaster detection model using Twitter and Snapchat using machine learning. الفكرة في الموضوع انه مش عارف انا اذا انا يعني هذا الكلاينت في كندا. اوكي، هذا مشروع كويس انه هاي بدي احكي، اذا بعد ارسل لكم اياه برضو كذلك. اللي انا بدي احكي بدي اورجي لكم اياه انه في عندكم في كاجل، على ما أعتقد في عندكم في الـ competitions، شغلة مشابهة. ممكن أعمل عليها سيرش. disaster real or not real. هاي disaster tweets، هذه الكومبيتيشن يعني مش عارف اذا انا شرحت لكم اياها سابقا ولا لا، بس بعتقد انه اوكي. طيب شوفوا هذه التويتة، هذه التويتة
هنا on the plus side look at the sky last night it was ablaze. الآن ablaze هذه لو اطلعتوا على الترجمة تبعتهم إنه هي مشتعلة ملتهبة، تمام؟ فالآن إنه في الديتكشن إنه أنا بدي أتحقق إنه هنا هذه عبارة عن كارثة ولا أنا مستخدمها بشكل مزاجي. وهذه الشغلات إحنا على فكرة بنستخدمها في لهجتنا، يعني مثلا إنه باجي بسألكم كيف الامتحان؟ تقولي والله الامتحان يعني نار، حاجة يعني زي كأنه بتقولوا إنه صعب كتير. فبالتالي أنا يعني بدي أفرق بين هدول التويت وبين التويت إنه النار تشتعل مثلا في حديقة حيوان كذا، أو مثلا في غابة كذا، أو إنه حريق في صالة كذا. لأنه أنا بدي أميز إنه مثلا إنه يكون في عندي حريق بسبب إنه اشتعال النيران فعلا، وإنه أنا أجي أحدا أسأله كيف الامتحان يقول لي والله الامتحان حريقة يعني إنه زي النار. فهنا في داتا سيت موجودة فعلا، إنه هاي الداتا هذه مجمعة من تويتر ومقسمة ل إنه ريال ونوت ريال الكلاسز تبعتها، زي إنه هي زي ما في التايتل موجود هنا. فعشان هيك هذه انه هنا we want to implement disaster detection algorithm using Twitter. هذه شغلة مشابهة جدا ل هاي اللي انا بدي، هاي بدي احط لكم اياها برضو هنا. فهذه ضروري جدا ان انتم تقدموا عليها، لانه هي عبارة عن text classification problem. وانا واثق انه كثير منكم انه ممكن انه هو يطبقها، زي اسراء سمعني يا إسراء، وكذلك نهال برضو كذلك انت عندك القدرة انه انت تشتغليها، لانه انت اشتغلتي تكست كلاسيفيكيشن قبل هيك. فبالتالي هذه عبارة عن تكست كلاسيفيكيشن بروبلم، الميزانية كتير ممتازة وهذا مشروع حقيقي، فممكن انه انت تقدمي بروبوزل. اوكي، فهي المشاريع هذه. فبناء على هذا الكلام المشروع هذا اللي فيه هاي الشغلة اللي مش كتير واضحة، مش عارف انه تقدموا له ولا لا، انه او هذه يعني بيطلب منكم انه انتم تتعلموا شغلات معينة. وهذه مش منه، هذه انه اوكي يعني ممكن انه يتطلب منكم او ممكن انه انتم تقدموا له. يعني انا اعتقد انه برضه كذلك في عندكم الاستطاعة، وبرضه الريت كتير كويس. فعلى اي حال اللينكس كلها انا ارسلت لكم اياها هنا، وممكن انه انتم تشتغلوا عليها. وهيك يعني بتصور انه اديتكم لمحة على منصة الفريلانسر فعلا، كيف انه انتم توجدوا المشاريع الحقيقية، وكيف انه فعلا انه في برضه فرص في منصة الفريلانسر .com. بتمنى انه انتم تقدموا عليها على اللينكات اللي انا اديتكم اياها. خلينا نعمل ستوب للفيديو اول للريكوردينج.